مشاهدينا عبر شاشة الوطن التلفزيون الأردني، أهلا بكم في حلقة خاصة من حلقات برنامج نشام الوطن. حياكم الله مشاهدينا الكرام. 100 عام من عمر الدولة حرر بها الهاشميون الأمة، فانطلقت حقيقة الحاضر ونجح كفاح التاريخ في صنع فروق المستقبل. نعم، في كل مرحلة من مراحل الصمود تعنونت بالهيبة قيادة هاشمية الوقار، من خلفها رأس حربة، رجال أحرار من بارود ونار، أردن الصبا من صنيع النخبة. من الملك المؤسس إلى الملك المعزز، سار القدر بالأردن مسر الفخار، لتتكلل المسيرة بربع قرن من المنعة والازدهار. بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي سيد البلاد سلطاته الدستورية، نستعيد اليوم بمعيتكم محطات وخطوات كرس بها قائدنا العظيم ربيع سنواته، وأحرز بحزمه وعزم أهله أعظم المنجزات. سنوات طوال تقاسم بها العمل التنموي والجهد العسكري مهمة تعزيز الهوية الوطنية دون الحياد عن مآل القضية، وبقيادة قائدنا المحنك أصبح اسم المملكة الأردنية الهاشمية ترداد الألسنة. وعلى لسان شهاد العصر ورفاق المسيرة، نسرد لكم اليوم سير الانتقال الكبير لنفهم كيف للفكر المنير أن يحدث النهضة. فاصل قصير مشاهدينا، نبدأ بعدها حوارنا مع ضيوف الحلقة، كونوا معنا. نحظى بفضل الرؤى الملكية الثاقبة بمرحلة من النماء والبناء والحداثة، استندت أسسها على الذكاء القيادي والإدارة الدبلوماسية ليتحقق الأمان الداخلي رغم التحديات، وتتجلى الأهداف بصفاء السريرة ولتستمر المسيرة. نعم، 25 عاما من العطاء الجزيل قاد خلالها جلالة القائد الأعلى رؤى وتطلعات استكمل فيها مشروع نهضة الأردن، حتى قطع بتقدم مؤسساته وصلابة بنات التحتية شوطا كبيرا، وأصبح الأردن أنموذجا في ريادة المشاريع. للحديث أكثر عن منجزات جلالة القائد الأعلى على هذا الصعيد، يسعدنا مشاهدينا وإياكم اليوم استضافة وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية معالي الوزير مهند المبيضين. أهلا وسهلا فيك معاليك اليوم معنا في هذه التغطية الخاصة في استوديو نشام الوطن. أهلا بكم وشكرا لهذه الاستضافة، وهي فرصة أن نبارك لجلالة سيدنا وولي العهد وأيضا لمؤسسة الجيش العربي كافة منسوبيها مختلف أجهزتنا الأمنية والأردنيين جميعا هذه المناسبات الجميلة من الاستقلال إلى ذكرى اليوبيل والجلوس وأيضا تتويج. كل هذه المناسبات مناسبات وطنية عزيزة علينا، وأيضا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم وقائد الوطن والأردنيين جميعا بألف خير. وأنت بألف خير سيدي. نعم، استقبل الأردن قرنه الجديد بملك شاب بعد وفاة الملك حسين طيب الله ثرى، وهذا بحد ذاته معاليك تحدي رغم وجود عدة تحديات إقليمية وعالمية. سؤالي معالي الوزير، كيف كانت هذه الحياة التي بدأها الملك عبد الله، وكيف كانت الظروف أنذاك، وكيف قدر جلالة سيدنا أن يتخطى هذه الظروف؟ إيه صحيح، يعني في تأسيس كان مهم، لأنه أولا في أسس ثابتة تفضلت فيها راسخة في بناء، زي ما بقول الأردنيين في ربة، الحمد لله رب العالمين في الأردن ربة خير وعطاء، مؤسسات تأسست وكانت موجودة.
وإذا بتتذكر وفاة الملك حسين كانت حدث مفصلي، جنازة الملك حسين كانت تعكس سمعة للأردن، القيمة للأردن، سموها جنازة القرن. إذن جاء الملك عبد الله على هذا الإرث، كان عليه وهو يعي أنه يتابع وأن هذا الإرث سيكون قوة دفع للأمام، لكن أيضا لم يكن هذا الاندفاع نحو الأمام خالي من التحديات اللي ضربت المنطقة والإقليم والأردن جزء منها. بالتالي عظم هذا الإرث، كون صورة جديدة للأردن، واليوم هي اللي تقدمت واستمرت وظهرت في حرب غزة الأخيرة، الأكثر سمعة والأكثر تأثيرا والأكثر ديناميكية والأكثر حضورا كان الأردن بقيادته الهاشمية. هذا نتيجة سمعته اللي متراكمة، نتيجة علاقات جلالة سيدنا اللي تطورت، يعني حتى إدارة الاتصال الخارجي الدولي للملك الأردني وصفه الملك عبد الله الثاني بن حسين تغيرت، صار في حديث اليوم شغل مع الأعضاء بالكونغرس، صار في شغل مع البرلمان الأوروبي، يعني هناك قفزات في هذا المجال، صار في قفزات، صار في استراتيجية جديدة. يعني جلالة الملك حسين رحمه الله كان بمفرده له حضوره وله ثقله بفعل عامل الزمن وبفعل أيضا حكمته اللي جنبت الأردن الأهوال. أيضا الملك عبد الله استلم على هذا الإرث لكنه طور استراتيجية جديدة بالتواصل، ولم تكن ملك مقابل ملك، ملك مقابل رئيس جمهورية، ملك مقابل رئيس دولة، ملك بالضبط. مقابل أمير في دولة معينة، صحيح. أو شيخ، اشتغل على إطار مؤسسي واشتغل على إطار الإعلام بشكل كبير، اشتغل على إطار المؤسسات، إطار المنظمات الدولية. يعني أنت تتحدث مثلا، أعطيك مثال، قمة الخليج، القمة العربية الإسلامية عقدت في الرياض، قبلها بيومين كان في شبه قمة بين عقدها جلالة الملك للمؤسسات الدولية التي معنية بالمساعدات والغذاء والدواء اللي بيصل لغزة، وذهب لقمة الرياض العربية الإسلامية وكان في استدامة وطلب استدامة للإنزالات، وجت الإنزالات ثاني يوم مشاركات إماراتية قطرية أردنية ثم مصرية ثم أمريكية. هنا كثافة الشغل تبرز، هنا الجهد. سيدنا في وضع هذه المكانة أنا يعني شوف، جلالة سيدنا استطاع يبني زمن جديد، زمن بناء وعنوانه المعرفة. جلالة سيدنا أخذ معه طلاب على قمم عربية اليوم هم أساتذة في الجامعات، صحيح، ولم تحدث هذه من قبل. أي زميل اليوم كنا إحنا وياه دكتورة ناهد مخادمي في جامعة يرموك أستاذة إعلام، تقول أني أول واحد رحت مع سيدنا على الصين، واليوم هي خريجة أمريكا وأستاذة في علم التواصل. وغيرهم كثر، أخذهم على المصانع، أخذهم على ناسا، أخذهم على قمة المناخ، أخذهم قمم أمم المتحدة كلها، دافس وداهم عليها. هذا يعني جلالة سيدنا صنع زمن مؤسس ومتكئ على إرث عظيم للملك حسين، لكن عمل اختراقات مهمة، اختراقات في البنية الثقافية للعالم. إلنا إحنا قد تطورنا معرفيا، جلالة سيدنا استلم عندنا 5 جامعات، اليوم عندنا 40 جامعة وكلية جامعية، صحيح. استلم عدد سكان الأردن، وهذا الناس ما بتنتبه ليه، عدد سكان الأردن كان 4,700,000، اليوم 12 مليون. نعم، فيش دولة في العالم تتضاعف بهذا الحجم خلال عقدين ونيف، وبيظل النظام صامد، نظام الخدمات والصحة والتعليم، تحديات اللجوء، تحديات الاستقرار، التطور اللي صار بالقوات المسلحة على مستوى، نعم، الخدمات، على مستوى الأفراد، على مستوى التسليح، على مستوى الدعم للمتقاعدين، نعم. هذا الشيء يعني استهدف نوعية الحياة، استهدف وعي، استهدف شكل. نعم، يعني معاليك، نحن نتحدث عن يعني تبنت الدولة الأردنية منذ نشأتها مجموعة من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، 25 عام نتحدث من العطاء المستمر والإنجازات. يعني عزز جلالة الملك يعني هذه القيم، قيم الدولة الأردنية في عدة مناحي، نتحدث عن هذه الجوانب التي ذكرناها معاليك. أول شيء المعرفة هي، نعم، قيمة، صحيح، وهي أبلغ القيم. لما أتحدث تراجع مثلا، يعني اليوم إحنا عندنا إنجاز تاريخي، الجامعة الأردنية أصبح ترتيبها 338 يمكن على العالم، العام كانت 498 لأول مرة. طب قديش حجم الابتعاثات العلمية اللي صارت في عهد الملك عبد الله؟ منطقة بالطفيلة اسمها العيس، نعم، كان فيها كلية بسيطة، اليوم فيها جامعة من أحسن الجامعات، صحيح، جامعة الحسين في المعارف، تخرج أيضا ما شاء الله من يعني أحسن وتخصصات جديدة، جامعة ولي العهد، صحيح، آخر الجامعات في العقد جامعات، وهي وإن شاء الله بتتجدد وفي المستقبل من أسس جامعات ثانية. نعم. اليوم عندك بس أحطي مثال، عندنا 40,000 طالب طب بدرسوا، البعض بقول لك هذول بطالة، وأنا بشوف فيهم فرصة. نعم. لما صارت كورونا عرفنا إنه إحنا عندنا اكتفاء ذاتي للممرضين، نعم، والأطباء. بمس الحاجة لهذه. في رهان على المعرفة، هي لأنه الدولة هذه قامت على أساس المعرفة. نعم. الملك عبد الله الأول مؤسس، والهاشميين أهل معرفة وأهل حواضر، مش جاي من مناطق منقطعة المنبت ولا ليس فيها، صح، مؤسسات. الشريف حسين بن علي أسس مدارس الزراعة والصناعة في مكة 1908،
استمر لما جاء الملك عبد الله الاول، اول شيء اشتغل على المدارس كان يلف على القرى ويجبر الناس ياخذوا قرض من الحكومه ويبنوا مدارس. فاستمرت في عهد الملك طلال الثوره المعرفيه في الدستور. الملك حسين الثوره المعرفيه الاكبر انه وين في تجمع قروي في 11 منزل نعمل مدرسه. لهذا قال الكلمه الكبرى الانسان اغلى ما نملك. واستمرت. الملك عبد الله راح للجامعات، راح للتعليم التقني والمهني والصناعي والتجاري، وهذا بده شغل كثير. حتى راح معاليك للوسطيه وللتوازن السياسي حتى تجد. احنا بلد عاقل، يعني اليوم بتطلعوا علينا الناس احنا بقولوا والله انتم بلد يا اخي راشد عاقل ومتوازن وبتدخلوا حتى في الدبلوماسيه. في عهد الملك عبد الله كمان اخذ جانبهم الاعتدال والوسطيه وعدم الانحياز لاي طرف في اي ازمات في الاقليم. يعني احنا قبل هيك مثلا احنا في التسعين دفعنا كل في كبيره بسبب الحرب العراقية الإيرانية والموقف اللي صار. اليوم لا، الأردن في 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 توازن أكبر وبقرأ مصالحه. صحيح. في توازنات الدولة وين ممكن تكون مصالحها بما لا يضر بسمعتنا وقيمنا وإرثنا الهاشمي ومشروعنا النهضوي العربي اللي بدأنا عليه هذه الدولة. نعم. ورسالة الجيش العربي اللي هو يحمل شكل من أشكال التأسيس الأول اللي قام عليه الأردن باعتباره اليوم آخر حلقات المشروع النهضوي العربي هي الأردن. معاليك في ظل حديثك عن هاي القفزات النوعية اللي يعيشها الأردن اليوم في عهد جلالة سيدنا، يأتي معها وبالتزامن تحديات وطنية استراتيجية محلية مر فيها الأردن خلال عهد جلالة سيدنا، مثل أزمة اللجوء السوري وحكيت عن أزمة اللاجئين، مكافحة الإرهاب والتطرف. هاي المعضلات والتحديات اللي واجهها جلالة سيدنا كيف حولها إلى فرص نقدر نبني عليها لقطة؟ لا، التحديات كثيرة ومتجددة. يعني يوم بجوز يكون التحدي القادم تحدي الذكاء الاصطناعي، تحدي الأمن السيبراني. صحيح. تحدي التعليم التقني مثلا، أنه هل سيبقى كما هو ولا بده يتطور. التحديات على مستوى الأمن موجودة اليوم. هلا نحن بنسجل في الأمن العام يقبض على عصابتين مرتبطات بالإقليم في تهريب المخدرات، وهي ربما تكون أكبر عملية تهريب. هذا أمر الدول أصبحت تواجه هذه الأزمات بشكل كبير. تحدي الأمن الإقليمي إحنا جزء منه. اليوم إحنا في منطقة محاطة بالصراعات والحروب ونحن نتأثر فيها اقتصاديا، اقتصادنا بتأثر. يعني مستوى التعصب مرات بزيد، وهذا جلالة الملك حذر منه دائما. تحدث خطابه بالبرلمان الأوروبي أخي العزيز، أحد الزملاء أعطى طالبة تدرسه تحلل خطاب الملك عبد الله في البرلمان الأوروبي، وعندما درست الخطاب وحللته عندما قال إنه إحنا أهل حقوق الإنسان مش أنتم الأوروبيين. الناس مرت، وأنا بدعو إعادة زيارة لفكر الملك عبد الله الثاني منذ أن كتب مقال الإصلاح أولويتنا في مجلة فورن بوليسي من 2002، وأن الإصلاح يجب أن يأتي من الداخل، واللي ثبت اليوم أن الإصلاح يجب أن يكون من الداخل، وهي وصفتنا الأردنية بالتنمية والتحديث السياسي. بينما في دول أخذت وصفات وبضغوط أوروبية وغربية، ومع ذلك إحنا ترى بنفس الوقت لما بنعمل إشي كويس إلنا بصير لك هذا أبصر ليش، هذا له علاقة بكذا. سيدي، التحدي اللي واجهه أكبر تحدي أنا بعتقد واجهه الملك عبد الله والأردنيين كانوا وفيين لهذه القيادة كما هم دائما، تحدي الربيع العربي. صحيح. اللي ضرب دول واللي الملك كان واضح فيه، أنشأ مؤسسات في هذا الموضوع، أنشأ من مطالبه كانت هيئة مستقلة، انتخابات، محكمة دستورية. بتتذكر لما صار الحديث عن ملفات في الفساد وتمت مراجعة وأسند الملف أنا ذاك الدكتور عمر الزازة مراجعة التقرير التخصصية، هذا كله كان استجابة. نسمي تحدي واستجابة. الاستجابة كانت الأردنية دائما عقلانية راشدة وما فيها انعطامات وما فيها والله ودنا نقص راس فلان، لا احنا في قانون نطبقه، عرفت؟ وهذا اللي صار. وفي اخطاء، واليوم السردية تبعتنا مش سردية فقط في التاريخ، سرديتنا عنوانها دولة القانون والمؤسسات. صحيح. اللي بتساوى فيها احمد بيك الشوابكة مع خلود زويري مع مهند المريد كمواطنين بالدرجة الاولى. فبنفس الوقت في انجازات. من المهم ان نقول للناس ان احنا انجزنا. عندنا اليوم يعني 7000 مدرسة، 40 جامعة. نعم. روحي على العقبة بالتسعين كيف، بالتسعة وتسعين كيف كانت، كان فيها فندقين راديسون بلو والأكومارينا تبعت الله يرحمه سيمون خولي. اليوم تطور. اليوم نعم. والبحر يعني الميت كان فيه فندق البحر الميت العلاجي، ما في عيادة. ما في ما في ما في سوبر ماركت. شوف التطور صار في يعني المفرق، المنطقة الزراعية الإقليم الجديد. ستبقى ما شاء الله مستمرة. ولكن مشاهدينا فاصل ونعود لنكمل الحوار. يترأس جلالة الملك الوفد الأردني المشارك بهذه القمة ويلقي كلمة الأردن. نجتمع اليوم من أجل غزة وأهلها، مع
وهم يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة يجب أن تتوقف فوراً. لازم نوقف الحرب بأقصى سرعة ولازم نوصل أهلنا بغزة. بدنا ناكل منسف أردن اليوم. وأنا بشكر أهل غزة اللي بشكروا الأردنيين على العملية اللي صارت قبل يومين ثلاثة أيام. شكلت القضية الفلسطينية أحد أكبر قضايا الأردن وأكبر ملفات القاضي الأعلى لتكون أطروحته الأهم أمام المحافل الأممية والدولية. نعم خلود أفندي، معاليك، القضية الفلسطينية تاريخيا حتى هي قضية مركزية بالنسبة للأردن وبالنسبة للهاشميين، ويعني ربما هي القضية الإقليمية المركزية الأولى بالنسبة للأردن. كيف ترى مواقف جلالة سيدنا تجاه الإخوة والأشقاء في فلسطين، وإلى أي مدى وصل من التطور في التعاطي مع القضية الفلسطينية، خصوصا أنه إحنا موقفنا دائما مبادر ومدافع عن دولة فلسطين والأخوان هناك؟ يعني شكرا لك على هذا السؤال، لأنه هي فعلا قضية الهاشميين والأردنيين معا منذ الشريف حسين بن علي اللي كان عنيدا ومكابرا ومجاهدا في موضوع الهجرة الفلسطينية وإخراج فلسطين من وحدة الدولة العربية التي طالب بها، وللأسف أخذوها طلعوها وسقطوها بعد بلفور، وبالتالي كان واضح تماما أن فلسطين لا يمكن سلخها من الدولة العربية ومحيطها العربي. ثم الملك الشهيد اللي استشهد في القدس، الملك عبد الله الأول، أتمنى الناس يرجعوا يزوروا مواقف الملك عبد الله الأول في موضوع القضية الفلسطينية، ويشوفوا كتاب جلسات في رغدان ليوسف فيكل، ولما ودع الشريف عبد الله والملك عبد الله والشهيد الملك عبد الله الجيش الأردني بال 48 وقال إذا لم يأتي من العرب أحد فسأقاتل لوحدي في القدس. وثانيا في عهد الملك حسين ووحدة الضفتين، وكانت الوحدة مستمرة لغاية 88. لا يوجد دولة ولا يوجد مجتمع ولا قيادة ولا أي مكان يستطيع أن يكون له في فلسطين أكثر من الأردن. نعم، نتحدث يعني معاليك عن الوصايا الهاشمية. تمام، أنا جاي بس أنا عشان أحط الأمور بالسياق. نعم، بالتالي ولما طلبوا الأشقاء أنه بدنا فك ارتباط وأعطاهم الملك حسين ذلك حتى يهموا يمثلوا قرار فلسطيني، ثم حصلت انتفاضات، ثم في عهد الملك عبد الله الأول الملك عبد الله الثاني صارت يعني المسألة أكثر أنه استعادة مسار السلام، وصار في جهد كبير. الملك تحدث في الاجتماع العام للأمم المتحدة السنوي وقال إذا لم يحصل تغيير حقيقي سيولد الانفجار بالدقيقة السادسة من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أظن 19 أيلول 2023، وحذر من الانفجار وأنه العام 2023 أكثر الأعوام، وتحدث مرارا في الكونغرس في البرلمان الأوروبي في أستراليا في كندا عن القضية الفلسطينية. بنفس الوقت الجيش العربي مستشفيات الميدانية، اليوم إحنا مش جت قضية غزة اليوم بدنا نقول أنه إحنا نشتغل، لا، إحنا موجودين وإرثنا وسرديتنا واضحة تماما. قضية صفقة القرن، الوحيد القائد الوحيد اللي وقف ضد صفقة القرن بوضوح جلالة الملك عبد الله. موضوع استرداد الغمر والباقورة، هذه قضايا سيادية وفلسطين والوصايا الهاشمية ورعاية المقدسات ودعم المقدسات الإسلامية والمسيحية واستقبالهم، هذا أمر مش يعني مش طارئ. حتى لو تأثر الأردن معاليك، لكن إحنا موقفنا ثابت سيدي، يعني جرّة. موقفنا ثابت، موقفنا محترم، موقفنا راقي. يعني أحد الأصدقاء اتصل فيه قال لي في قائد عربي طلع عمل إنزالات على غزة في طيارة غير الملك عبد الله؟ اكيد لا، هذه لم تحدث في التاريخ. لم تحدث في التاريخ، صحيح. ايوه، الاستاذ محمد العرب. نعم. البحرين الشقيقه، وقال يا مولد انا بحكي كاصل عراقي وجنسيتي سعوديه مقيم في البحرين، انا كعراقي ما في عراقي شاف يعني خير كما شاهدنا في الاردن منذ ان ابتلى العراق بازماته
منذ 2003 والتحديات الواجهة. نعم ومعاليك أيضا وغير واليمنيين السوريين. إحنا بلد محترم، إحنا بلد مضياف الحمد لله. يعني هي لم تقف فقط عن جلالة الملك وإنما أيضا الأميرة سلمى وسمو ولي العهد أيضا كلهم شاركوا في الإنزالات، وهذا ديدا أيضا الهاشميين. ست زميلاتك في القوات المسلحة. نعم. الممرضات. نعم. اللي كانوا في مستشفى الميداني غزة 76، ست أشهر إني مروحة. نعم صحيح. الزملاء اللي أصيبوا بالقصف اللي في المحيط. إحنا وسعنا إن الأردن، بقول دائما بلد مكرم بلد كرام، وموضوع فلسطين ما أحد يعطيه دروس فيه. نعم. ولا يعطيه مواعظ ولا يقول لنا كيف نتضامن، لأنه إحنا عندنا مخزون كبير جدا وعندنا ذاكرة ممتلئة بالإيجابيات، والأخوان في فلسطين يقدروا ذلك، ونحن يجب أن ندعم هذا المشروع الوطني الفلسطيني. وجلالة الملك كان دائما يحذر من فصل المشروع الوطني الفلسطيني وتقسيمه، ومن طالب دائما بوحدة القرار الفلسطيني، وهذا ما نريده ويجب أن يكون. إحنا مكون واحد. صحيح. مثل ما قال جلالة سيدنا، ستبقى بوصلتنا فلسطين. صحيح. وتاجها القدس الشريف. القدس. صحيح، ترجل فارس وامتطى فارس. أنا بدي أشكر حضوركم مرة أخرى. الله كل الشكر لمعالي وزير لك. الاتصال. شكرا. الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة. العكس، هاي فرصة نوجه لكم الشكر في الإعلام والتوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، وأيضا زملائكم في الأمن العام اللي بيقوموا بجهد، وإحنا شهدنا هذا الجزئية التقدم في الإعلام الأمني، الإعلام العسكري، هذا مهم جدا وهذا لافت جدا، وتحول مهم في الخطاب يعني. واليوم هذا ما يؤكد أن هذه المؤسسات الجيش العربي والمؤسسات الأمنية هي مؤسسات تنموية. الجيش العربي علم الناس وأرسلهم، أرسل معلميه يتابعوا أبناء الأرياف والبوادي في المناطق البعيدة منذ بداية تأسيسه وحتى اليوم. فتحية لكم، قيمة مضافة للبرنامج. شكرا لكم. شكرا لك لوجودك معنا اليوم في هذه التغطية الخاصة. شكرا لك. وكل عام دائما نقول وطننا بخير بإذن الله. شكرا يا ستي. شكرا. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا، كيف للتوازن البناء أن يطبق نهجه دون ما حماية؟ نعم، إنها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مفتاح التاريخ وبوابة المستقبل الآمن. أما عن مراحل تطورها فهو موضوع حوارنا المقبل بإذن الله مع ضيفنا، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. جيشنا العربي المصطفوي الذي انطلق مع صوت رصاصة الشريف الحسين ليكتب بقلم المواقف سفرا جديدا من أسفار العروبة وقصصا تورث عبر الرجال للأجيال. نعم، القوات المسلحة الأردنية هي امتداد لأقدم الجيوش العربية وأعرق مدارس الرجولة التي مثلت قائدنا المفدى مدرسة كبيرة خاض غمار ميادينها وأيضا اختبر أصغر تفاصيلها ليصبح أول جنودها. من هنا كانت الفاتحة، وباهتمام جلالة القائد الأعلى شهدت القوات المسلحة هيكلة فريدة نجحت في بناء جيش عصري حديث ومحترف. للحديث أكثر مشاهدينا الكرام، يسعدني أن أرحب بمعيتكم باللواء الركن المتقاعد محمد سالم جردات. أهلا باشا. أهلا بكم. أهلا وسهلا. حياك الله باشا. أهلا وسهلا باشا. دائما نقول القوات المسلحة الأردنية وكيف حرص جلالة القائد الأعلى دوما على التطورات الدفاعية لقواتنا المسلحة الأردنية. نتحدث وإياكم عن خطوات التطوير والتحديث التي سلكتها القوات المسلحة الأردنية بمعية القائد الأعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وأجمل آيات التهنئة والتبريك لجلالة قائدنا الأعلى ولي عهد الأمين، وللأسرة الأردنية ولجيشنا العربي والأجهزة الأمنية ولأهلنا في هذا الوطن الحبيب وكل المقيمين على أرضه. الجيش العربي القوات المسلحة الأردنية دائما كانت على رأس أولويات واهتمامات جلالة القائد الأعلى، فهو ابن هذه القوات المسلحة وراعيها وقائدها، بنفس الوقت تدرج في الرتب على يعني مدار عمره المديد حتى قبل أن يدخل الكلية العسكرية، ولغاية الآن كقائد على القوات المسلحة الأردنية. كان ديدنه أن تبقى هذه القوات المسلحة دائما ذات جاهزية عالية وقوات عصرية محترفة ذات قابلية حركة عالية، وتستطيع القيام بواجباتها على مستوى الوطن والقيام بالدفاع عن هذا الوطن الغالي وسمائه ومياهه. وضمن هذا المفهوم ومن ضمن السياسة الدفاعية والاستراتيجية العسكرية التي تنتاجها القوات المسلحة، دائما كانت التوجيهات جلالة الأعلى القائد الأعلى نبراسا لتوجيه القيادة العامة وجميع القادة في الميدان لإجراء إعادات الهيكلة لتطوير هذه القوات بحيث تواكب عصريا أنظمة الأسلحة وأنظمة الاتصالات وتطور الجيوش الأخرى في العالم. فكانت على مدار عهده الميمون منذ عام 99 ولغاية الآن، وإن شاء الله ستستمر، هناك مراجعات استراتيجية كانت تتم في جميع سواء كان في مجال المفاهيم والعقيدة العسكرية والقوانين، أو في مجال التسليح والتنظيم، وفي مجال أيضا النواحي الإدارية واللوجستية في القوات المسلحة، وتطوير أيضا مفاهيم عملياتها في ضمن مجالات يعني حرس الحدود وغيرها، أو ضمن مفاهيم الإنسانية في المشاركات الدولية على مستوى حفظ السلام، أو انفتاح المستشفيات الطبية والمساعدات الإنسانية في الأزمات والكوارث التي تواجه الدول. سيدي، وإحنا نحكي عن مراحل تطور القوات المسلحة في عهد جلالة سيدنا، لابد من الحديث عن العلم والمعرفة. نعم. إلى جانب التسليح والأمور اللوجستية اللي تفضلت فيها باشا، أين ترى أنه وصل جيشنا العربي من مراحل تتعلق بالتدريب والتأهيل متطورة وإلى الأمام في عهد جلالة سيدنا؟ في عهد جلالة سيدنا يعني والحمد لله أكثر ما يميز القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي هو تدريبه العالي ومستواه التدريبي، ومعروف ضمن مقاييس الجيوش في العالم وخاصة الجيش العربي أنه كلما ارتفعت كفاءة التدريبية ترتفع كفاءة القتالية وجاهزية القتالية، وبالتالي ينتهج الجيش العربي سياسة تدريبية نابعة من العقيدة العسكرية والسياسة الدفاعية الأردنية، بحيث نحافظ على مستوى دائما أعلى في الجاهزية القتالية. لذلك هناك عدد كبير من المجالات يمكن أن نبحثها على سبيل المثال، وهناك محطات رئيسية على أبرزها باشا. أبرزها على سبيل المثال تحول كلية الحرب عام 2003-2004 من كلية حرب إلى كلية دفاع وطني، ترسيخ المفهوم العمل المشترك على المستوى الوطني ليكون فيها من إخواننا وزملائنا المدنيين القيادات المدنية في مؤسسات الدولة وغير مؤسسات الدولة لتعزيز المفهوم المشترك والعمل المشترك على مستوى الدولة. هذا من ناحية، وهذا على المستوى الاستراتيجي. على المستوى الآخر لدينا مراكز مكافحة إرهاب، ولدينا الآن كلية الدفاع الوطني أيضا لديها الآن برنامج مكافحة الإرهاب، وتعطي فيه رسالة يعني الماجستير، درجة الماجستير. توسعت القوات المسلحة في معاهد التدريب، لدينا صار مدن تدريبية والحمد لله، وهذه المدن التدريبية والمدارس التدريبية أيضا زودت بأنظمة حديثة زي أنظمة المشبهات التي توفر الوقت والجهد والمال. كان يلزم يعني مبالغ طائلة لتدريب كتيبة أو لواء، الآن في عندنا أنظمة مشبهات تستوعب عدد كبير من الوحدات بشكل مشترك لتنفيذ مناورة متطورة. صار في تواصل واتفاقيات أيضا تدريبية على المستوى التمارين الخارجية على سبيل المثال. هناك تمرين الأسد المتاهب التي كان يعني الذي كان لي شرف أن أكون من مؤسسينه في القيادة العامة منذ عام 2010 والذي انتهى قبل أسبوع، وهذا تمرين دولي عالي المستوى وكثير يزيد عن 50 أو 60 تمرين مشترك مع دول شقيقة وصديقة، وهذا يعزز
ثلاث أشياء أساسية. أولاً الفهم المشترك بين وحدات القوات المسلحة وحتى مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، وأيضاً الاطلاع على عقائد العسكرية والمفاهيم للجيوش والدول الأخرى. والشغلة الثالثة لما ينعقد على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، هذا يعني تقديم الثقافة الأردنية، لأنه ضمن برامج التدريب أيضاً فيه اطلاع على الأماكن السياحية، وهناك حرص باشا لتبادل الخبرات أيضاً. وتبادل الخبرات مع الضباط وضباط الصف الذين يعملون جنبا إلى جنب. صحيح. أثناء تنفيذ التمارين خلال البرامج الكبيرة. ربما باشا فقط على التمارين داخل الأردن والمشاركات أيضا الدولية، لابد أيضا لمشاركات القوات المسلحة الأردنية في مجال حفظ السلام. نعم. لحل السلام بين الدول دائما، يعني إحنا سياسة الدولة الأردنية السلام خيار استراتيجي. نعم. دائما، ونؤمن بأن القوة أيضا تحمي السلام. فبيد نحافظ على هذه القوة وقوات مسلحة محترفة، وباليد الآخر نقول السلام خيار استراتيجي كما قال جلالة الحسين رحمه الله وينتاجه جلالة قائدنا الأعلى يحفظه الله ولي عهده. ونرى هذه القدوة موجودة. نجد أيضا أن قوات حفظ السلام شاركنا فيها منذ مطلع التسعينات بمراقبين دوليين ثم بوحدات، وقد شاركنا مش بس على مستوى مفاهيم حفظ السلام، وإنما شاركنا على مستوى فرض السلام في بعض مناطق الصراع. نعم. في العالم، وكان لنا سمعة طيبة، وكانت الأمم المتحدة والدول العظمى أيضا تطالب الأردن لثقتها الكبيرة في مشاركة وللحيادية التي اتسمت فيها القوات المسلحة الأردنية في جميع بقاع العالم. نعم. وزادت مشاركتنا عن 120 ولا زالت هذه المشاركة، وشفنا وهذا معروف لدى دول العالم ودول الإقليم ومشهود فيه في كافة المجالات. في وقت واحد كان لنا 11 أو 12 مستشفى طبي ميداني أردني يعمل في مناطق الصراع، سواء استجابة للأزمات والكوارث التي ألمت في بعض الدول الشقيقة والصديقة. نعم. وأيضا نرى مستشفياتنا وأبنائنا وإخواننا. صحيح. موجودين في خان يونس وفي نابلس وفي غزة الآن يقدمون الخدمة الطبية لإخواننا وشقائنا الفلسطينيين بالرغم من التحديات، وها هم عدد من الجرحى الذين. صحيح. يعني يضحون من أجل هذا الوطن وسمعته. صحيح. ومن أجل دعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليهم بالشفاء. باشا قواتنا المسلحة لا يتوقف دورها فقط. نعم. لحماية البلاد، بل يتجاوز إلى أبعد من ذلك، لأنه في هناك دور إنساني نبيل. نعم. يقدم النشامة بتوجيهات من جلال سيدنا. نعم. أبناء وبنات القوات المسلحة. إلى جانب هذا الدور اللي بيقدمه الجيش، هناك تحدي يواجه القوات المسلحة المتمثل بالحرب الحقيقية على المخدرات. نعم. على حدودنا. نعم. وأكيد تابعت باشا هذه. نعم. المجريات. نعم. نعم. كيف ترى تعاطي القوات المسلحة مع هذا التحدي إذا صح التعبير؟ نعم، هذا التحدي هو ماثل يعني أمام الأردن، ومن واجب القوات المسلحة حماية الوطن وأهله وأبنائه وشبابه وبناته من هذه. صحيح. الآفة الخطيرة. هذا التحدي موجود، ولكن القوات المسلحة دائما يعني تمتلك من قواعد الاشتباك ما يمكنها من التعاطي مع هذا التهديد والتحدي والتعامل معه كما رأينا. وجزء أساسي من واجبها حماية الحدود ومنع دخول هذه الآفة الخطيرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى. وهذا الواجب يعني نرجو أن يعني يكون مفهوما بأن القوات المسلحة قوات محترفة وتمتلك في منظومات حرس الحدود الوسائل الكافية من أنظمة المراقبة وأنظمة السيطرة والقدرة على رد الفعل في الوقت المناسب والمكان المناسب ليلا أو نهارا لتفويت الفرصة. فلا حد يجرب جدية القوات المسلحة في دخول هذه الآفة الخطيرة. صحيح. لشبابنا ولأبنائنا، وعلينا أن نمتنع، ونحن ننتهج التعامل بحسن الجوار لكن إلى الحد الذي لا يعتدي فيه أحد على حدودنا وأمن الأردن. باشا بالختام أنا بدي أسألك سؤال، نشوف الباشا محمد جرادات من ممارسات من تصرفات قيادية عند جلالة سيدنا حتى إحنا نحذو حذوها ونأشر عليها. جلالة سيدنا الله يطول عمره يمتلك من الصفات القيادية ما لا يعد ولا يحصى ولا يمكن حصره في مثل هذه المواقع وترجمها عمليا في أكثر من مكان خلال خدمته القوات المسلحة. ولكن يحضرني الآن مثال القيادة بالقدوة، جلالة القائد الأعلى ملك البلاد وسيد هذه البلاد والقادر على القوات المسلحة،
يكون على متن طائرة فيها مساعدات إنسانية. نعم. لإنزال المساعدات الإنسانية. كم من الرسائل في هذا الوجود في منطقة خطرة جدا، في منطقة ملتهبة، وناس يحتاجون إلى المساعدة من الشقاء الفلسطينيين، يحضر معهم المساعدات وينزلها ويطير في هذه الطيار طائرة نقل لينزل المساعدات على الشقاء الفلسطينيين. وهذه سابقة لم يقم بها أحد قبل ذلك. هذه أحد صفات القيادة بالقدوة. نعم. وليس كلها. وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الذي يحضر أكثر من مرة ويساهم في تحضير المساعدات. صحيح. منذ أن كانت على الأرض ويطير في الطائرة وأيضا ينزل المساعدات ويساهم بها في هذا المجال الخطر جدا. وأيضا سمو الأميرة سلمى أبناؤه. نعم. كلهم يترجمون لنا كأردنيين، وأيضا رسائل للخارج كم هذا الجيش عنده احترافية وكم هذه القيادة تحب السلام وتحب المساعدة الإنسانية ولن تتوانى يوما. وهذا الجيش جيش عربي لهذا السبب. صح. يقوم في ترجمة ذلك عبر تاريخه الطويل. حفظ الله جلالة القادة الأعلى ولي عهد المأمين. نعم. والعائلة الهاشمية الذين يضربون لنا الأمثال لنقتدي بها. نعم. كقادة وكجنود وكضباط صف القوات المسلحة الأردنية. اللهم أمين باشا. نعم. إنه ديدا الهاشميين دائما. صح. حفظ الله قائدنا الأعلى الجلالة الملك عبد الله الثاني، حفظه الله ورعاه، ودائما نقول أن هذا هو ديدا الهاشميين. أما أنتم مشاهدين، بالتأكيد وكما قال جلالة القائد الأعلى، الأردن فوق كل اعتبار، ورغم كل التحديات أثبتت الوقائع على الأرض أن الخيارات الملكية الاستراتيجية والدبلوماسية هي الأكثر حكمة. نسأل الله النور لبصيرة القائد الأعلى وأن يسدد الله خطاه بإذن الله. صحيح خلود أفندي، آمين يا رب العالمين. أنا بدي أشكر حضورك باشا وحضرتك إضافة نوعية للأمان للبرنامج، اللواء الركن المتقاعد محمد جرادة. شكرا باشا. شكرا لكم. شكرا لكم هذه الاستضافة. بارك الله فيك. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. مشاهدين الكرام ابقوا معنا تكرما. سيد البلاد مثلنا الأعلى في الإنسانية والانضباطية العسكرية وقدوتنا في قيادة المواقف بحكمة وعقلانية. وقوفه على التفاصيل نقل الأردن إلى مرحلة جديدة وعصر ذهبي تسارعت فيها وتيرة النهوض لتحقيق المنعة والازدهار. نعم إنه الانتقال الكبير. لك يا سيدي في الخافقين محبة، قبول الوجه في سمع وطاعي، عريض الجاهد قدر كريم، طويل الباع بل رحب الذراع، بذكر جلاله وعلاه نمشي رويدا رويدا، وإن تكاثرت الدواعي أبا الحسين قائدنا المفدى لبيك جندا، لا تخيب بهم المساعي. مشاهدين الكرام في ختام حلقتنا نترككم مع عرض لكواليس تحضير احتفالية اليوبيل الفضي التي ستقيمها القوات المسلحة إن شاء الله في اليوم العاشر من حزيران، تزامنا مع عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى وعيد الجيش أعاده الله علينا وعلى سيد البلاد بالخير والرخاء. نعم، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. لقاءنا يتجدد بكم الأسبوع المقبل بإذن الله. دمتم بخير، في أمان الله. إلى اللقاء.
أن تبقى يا وطن الأردن سيف الحق لأمتنا.